النهاردة هنتعمق في أصول روما علشان نكشف الأسرار الكامنة وراء صعودها المذهل للسلطة، وهنعرف إزاي تطورت من مستوطنة صغيرة لدولة مدنية قوية. كانت السنوات الأولى لروما بتتميز بتحديات كبيرة هددت وجودها ذاته، وكان أحد أكبر العقبات هو وجود القبائل المتصارعة في المناطق المحيطة بيها. فكان اللاتينيون والسابانيون والتروسكن مجرد عدد قليل ضمن مجموعات كتير، واللي كان لازم على روما انها تتعامل معاها علشان ترسخ نفسها كدولة قوية ومهيمنة. والقبائل دي ما كانتش مجرد قبائل جديدة او بسيطة، لا دي كانت كيانات قوية لها انظمة حكم وهياكل اجتماعية خاصة بيها. وكان التحدي الكبير التاني اللي واجهته روما هو جغرافيتها، بحيث ان المدينة تأسست على ضفاف نهر تايبر، واللي كان بيوفر لروما مصدر للمياه العذبة ووسيلة نقل، ولكن في نفس الوقت كانت التلال والجبال المحيطة بيها خلت من الصعب زراعة المحاصيل او تربية الماشية، وده معناه ان الرومان الاوائل كان عليهم انهم يكونوا واسعي الحيلة وقادرين على التكيف من اجل البقاء. السنوات الاولى لروما كانت بتتميز برضو بعقبات بيئية كبيرة، فكانت المدينة عرضة للفيضانات هي والمناطق المحيطة بيها، والفيضانات دي كانت بتخلي روما كده عاملة زي المستنقع، واللي كانت بالتالي بتخليها أرض خصبة لأمراض زي الملاريا، وده كان معناه أن الرومان الأوائل كان لازم عليهم أنهم يكونوا مهندسين وبنائين ماهرين علشان يقوموا بإنشاء أنظمة لإدارة المياه والصرف الصحي، وكان برضو لزام عليهم انهم يقوموا بتطوير استراتيجيات وطرق للتعامل مع البيئة غير الصحية دي، وبرضو يلاقوا طرق فعالة علشان يحافظوا بيها على صحتهم. على الرغم من كل التحديات دي الا ان الرومان الاوائل كان عندهم مثابرة، وبدأوا في بناء دولة مدنية مزدهرة، وطوروا نظام حكم بيعتمد على مزيج من الملكية والجمهورية، واللي كان موجود فيه ملك على رأس الحكومة في نظام متوازن من الضوابط والرقابة اللي بتمنع وجود شخص قوي جدا يسيطر على كل حاجة. فالأساطير التأسيسية لروما بتكشف لنا أهمية جغرافيتها وهيكلها السياسية والاجتماعية اللي ساهمت في نموها. ففي قلب الأساطير دي هي قصة الأخوين رومولوس وريمس، واللي قيل إنهم هما اللي أسسوا المدينة، والحكاية الأسطورية دي مهمة جدا لأنها بتسلط الضوء على قيم القوة والشجاعة والمكر اللي كانت أساسية في الهوية الرومانية، وكمان لعبت جغرافية روما دور حاسم في نموها وتطورها، بحيث ان موقع المدينة على نهر تايبر خلى النهر مركز طبيعي للتجارة والتبادل التجاري، وكمان قدمت التلال والجبال المحيطة بيها نظام دفاع طبيعي ضد الغزاة. وبعد كده وسعت روما جغرافيتها واستمرت في تشكيل سياستها ومجتمعها، وكان على حكام المدينة انهم يكونوا دبلوماسيين واستراتيجيين ماهرين علشان يقدروا يتنقلوا في المجتمع ويقدروا يكونوا شبكة من التحالفات والتنافسات اللي كانت موجودة بين دول المدن المختلفة في إيطاليا القديمة. فكانت الهياكل الاجتماعية والسياسية في روما لها دور حاسم ومهم جدا في نموها وتطورها. فتم تقسيم المدينة لطبقات مختلفة، بحيث ان الطبقة الأرستقراطية كانت بتمتلك اكبر قدر من السلطة والثروة، ولكن في نفس الوقت ما كانتش الطبقة البسيطة خالية من النفوذ الخاص بيها، وكتير جدا كانوا الطبقتين دول بيتصادموا في سعيهم للسلطة والنفوذ. وساعد التطور ده بين الطبقات في دفع توسع روما ونموها، بحيث ان حكام المدينة سعوا لتوسيع المدينة وزيادة ثروتهم. روما برضو تميزت بتطورات ثقافية وفنية هامة، بحيث انه اشتهر الحرفيين والفنانين والأدباء في المدينة بمهاراتهم وإبداعهم، وأصبحت روما مركز للأدب والفنون والهندسة المعمارية. فكان الإزدهار الثقافي ده مدفوع بثروة المدينة وقوتها المتزايدة، بالإضافة لارتباطاتها بالدول الأخرى والثقافات والحضارات في البحر الأبيض المتوسط. كانت اللحظة المحورية في تاريخ روما لما قامت بتوحيد الأراضي المحيطة بيها، وده بالتالي أدى لتوسعها وهيمنتها في المنطقة. وعملية التوسع دي كانت عملية تدريجية حدثت على مدى عدة قرون، فهي بدأت مع غزوات المدينة المبكرة للقبائل اللاتينية المحيطة بيها، واستمرت مع غزواتها للمناطق المحيطة ليها في وسط وجنوب إيطاليا. كانت عملية التوسع دي مدفوعة بمجموعة من العوامل،
واللي كان من أهمها تزايد عدد سكان المدينة وحاجتها للموارد والأراضي، وكمان رغبتها في المجد والهيبة والهيمنة. ومع توسع روما واجهت دول وحضارات تانية كان لازم عليها انها تنافسها، وكان اهم المدن او الحضارات دي هما الاتروسكان او الاتروبيين في الشمال واليونانيين في الجنوب. فالاتروسكان كان شعب قوي ومتطور، وكان عنده نظام حكم وثقافة خاصين بيه، وهم كانوا عمال ومهندسين معادن ماهرين، وتركوا ارث دائم في فن روما زي الهندسة المعمارية والسياسة. ومن ناحية تانية كان اليونانيون مصدر للثقافة والتعلم للرومان، فتلقى العديد من الكتاب والمثقفين الرومان تعلمهم باللغة اليونانية، وغالبا ما كان بيسعى حكام المدينة روما لمحاكاة مجد وإنجازات أثينا وسبارتا. وطبعا كان موضوع التوسعات ده لا يخلو من التحديات، فروما واجهت معارضة كبيرة من جيرانها، وكان عليها خوض حروب عديدة من أجل فرض هيمنتها على المنطقة، وكان عليها برضو التعامل مع الصراعات الداخلية والصراعات على السلطة، بحيث انه كانت الفصائل ومجموعات المصالح المختلفة بتتقاتل من اجل السلطة والنفوذ. المهم وفي النهاية قدرت روما انها توحد المناطق المحيطة بيها، وده ادى لتوسعها وهيمنتها في المنطقة. وكان مفتاح نجاح روما هو قدرتها على التكيف والتطور والاستجابة للظروف المتغيرة. وكان حكام المدينة من السياسيين والدبلوماسيين المهرة اللي كانوا قادرين على تشكيل التحالفات والتفاوض على المعاهدات مع دول المدن والحضارات الأخرى، كانوا برضو في نفس الوقت قادة عسكريين ماهرين اتمكنوا من تحقيق الانتصارات وتوسيع أراضي روما من خلال الغزو. وكان توسع روما مش قائم فقط على عملية الغزو، ولكنه برضو في نفس الوقت كان مدفوع بنظامها المبتكر للحكم وتنظيمها الداخلي للمدينة من قنوات المياه والمباني العامة اللي ملهاش مثيل في العالم القديم. وساعد تنظيم المدينة الداخلي ده برضو في تسهيل التجارة والاتصالات عبر مسافات شاسعة من الامبراطورية الرومانية. وبرضو كان نظام القوانين والإدارة في المدينة متطور جدا، ووفر إطار للحكم كان مرن وقابل للتكيف. في النهاية كان مزيج من التحالفات الاستراتيجية والبراعة العسكرية والحكم المبتكر هو اللي مهد الطريق لصعود روما لقمة السلطة، اللي مكنت حكام المدينة من إنشاء نظام حكم يعتمد على مزيج من القوة والمساءلة. والحكام دول كانوا قادرين في نفس الوقت على استخدام قوتهم العسكرية لتوسيع أراضي روما